عليكم الله يحييكم. اليوم تشهد المساجد إقبال الرجال حفظة كتاب الله إن شاء الله تبارك الله. الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الله هذول رجال ونعم الرجال والله. فهذه وصية لكل أب ولكل أم. الله الله إلحاق أبنائهم في هذه المحاضن التربوية. أقسم بالله أنها صيانة وحفظ للأبناء. أي والله. وهذه وصية لكل شاب اسمعني، كل فتاة تسمعني. الله الله بالالتحاق بركب أهل القرآن حفظة كتاب الله. في الحديث أهل ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فوالله فرصة للالتحاق بهذا الركب المبارك.